فيها ايه لما ابقى مكانك ومكانك خلاص يتاخد؟ بتفضل هنا مكاني، طب مالك كده ليه متاخد؟ اسمح لي ابقى بدالك، حالك وحالي واحد، ولو انت هتبقى بدالي شكلك كده مش هتساعد. هتكلم على لسانك وهتخن في صوتي شويه، اتاخر بره ولا اجي ومحدش يرن عليا، خلاص انا هبقى الراجل، هسهر مع رامي وعادل، انا شكلي كده هتفائل بالعيشه الرايقه دي. هي اتشقلبنا وتشفتنا دبل شيفت، دبل شيفت عيشنا عيشه مش عيشتنا، دبل شيفت دبل شيفت زينا خرج بره زيتنا، دبل شيفت دبل شيفت بعد ما نلبسنا قصتنا، دبل شيفت دبل شيفت اتشقلبنا وتشفتنا دبل شيفت، دبل شيفت عيشنا عيشه مش عيشتنا، دبل شيفت دبل شيفت زينا خرج بره زيتنا، دبل شيفت دبل شيفت بعد ما نلبسنا قصتنا، دبل شيفت دبل شيفت. مطلوب انسه للعمل وتكون جميله المظهر، الشغل عشانكم متعمل مش فارقه اسكم متاخر. ايه يعني رابقى الليدي دلع يبقى ديدي، البس دهب في ايدي او فلس يومين ويقشر، انا عارف حقوقي كويس مش فارق يقولوا تعنس، انا كنت راجل مفلس دلوقتي افلس بلد. ليديز فيرست يلا، قالوا الستات اولا، دي سندريلا قالت البنت زي الولد. اتشقلبنا وتشفتنا دبل شيفت، دبل شيفت عشنا عيشه مش عيشتنا، دبل شيفت دبل شيفت زينا خرج بره زيتنا، دبل شيفت دبل شيفت بعد ما نلبس معطصتنا، دبل شيفت دبل شيفت اتشقلبنا وتشفتنا دبل شيفت، دبل شيفت عيشنا عيشه مش عيشتنا، دبل شيفت دبل شيفت زينا خرج بره زيتنا، دبل شيفت دبل شيفت بعد ما نلبس معطصتنا، دبل شيفت دبل شيفت. ايه يا خفان من متراس دور؟ ليه بتضحك على ايه انت؟ على فكره الافيه يا ساره، يا نهار يا نهار اسود. انا ساره محسن، عندي 33 سنه، انا داخل اكبر حفله ستاند اب كوميدي هتتعمل في مصر الشهر الجاي. بحلوه مين يا؟ انا اخر مره واحده ست شفتها ركنت جوه محل اكسسوارات ونزلت بكل ثقه. ايه في حد يدن الحته بوستاج يا فلاحين؟ ايه يا بنتي الدوشه دي؟ مش هقول لك بقى اولع الدنيا وكده، لان الستات كده كده هتولع فينا وفي الحفله. يا على التواضع، الدنيا عمرها ما هترجع زي الاول. ايه يا بنتي ساعه لما ترد دي بقيتي مهمه علينا ولا ايه؟ بس انا بقى هحقق لك امنيتك يا ادهم. يا الله بالظبط. يلا يلا.